هذا التفاؤل برانيا المشاط مثلا في السياحة له مبرر؟ يعني ليه مبرر؟ خليني أسمع من الخبير السياحي الأستاذ أشرف شيحة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم وبمشاهدينك الكرام. يعني هل حالة الارتياح التي قُبلت بها رانيا المشاط كوزيرة للسياحة هل لها ما يبررها؟ بكل تأكيد لها ما يبررها الوسط السياحي بالكامل. تمام. وفي الحقيقة أنا يعني عايز أشكر في البداية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التغيير الذي يعطي دلالة على أن التغيير ليس له وقت. ولا تمام. يحسبه السيد الرئيس بأوقات والحسابات التي كانت تحسب في الماضي. عندما يريد التغيير ويجد أن التغيير مطلبا ويجد أن التغيير ضرورة فلا ينظر إلى الأوقات ويفعله في توقيت لا ينظر إلى توقيت انتخابات ولا توقيت صحيح. بعد الانتخابات كان يفاجئ المجتمع المصري كله بهذا التغيير حتى ولو كان تعديلا بسيطا إلا أنه تعديلا في وقت لم يتوقعه المصريين إلا بعد فترة الانتخابات. إن دل على شيء فيدل على أن التغيير عند السيد الرئيس ليس له وقت ولكنه لا ولكن لما بيستوجب الأمر لما بيستوجب الأمر تغيير فبيتم التغيير. لا له احتياج. أيضا. تمام. ده بالنسبة للتغيير. بالنسبة بالضبط بالنسبة لسيادة الوزيرة رانيا المشاط هي الحقيقة إن القطاع كله تفاءل بوجودها لأن القطاع يحتاج عندما يكون هناك عقلية اقتصادية مع عقليات مهنية في داخل القطاع فبكل تأكيد اندماج العقلية الاقتصادية مع العقلية الحرفية الفنية تعطي سيمفونية للتقدم للأمام. وهذا ما كنا نحتاجه أو نشير دائما إليه. تمام. وباجتماعنا الحقيقه هو كان في اجتماع اجتمعت مع الدكتوره رانيا اجتمعت مع عدد من رجال وخبراء السياحه حضرتك كنت معاهم مش كده؟ ايوه كنت معاهم يا فندم. والحقيقه كان اجتماع اكثر من رائع. اجتمعت في اول بعد بدايه تكليفها وحلف اليمين مع قطاعات السياحه رؤساء القطاع في داخل الوزاره ثم توجهت مباشره لمجموعة رجال الأعمال حتى تكون في بعد حلف اليمين مباشرة تلتقي بهم لترى مشاكلهم وتستمع إليهم وتستمع لاقتراحاتهم وتستمع أيضا لكيفية دفع المسيرة إلى الأمام في هذه الصناعة الهامة والحيوية للاقتصاد المصري. طيب أستاذ أشرف لو رتبنا كده يعني من خلال خبرتك واحتكاكك وعملك في الوسط السياحي ومعاناتك أيضا في خلال الشهور اللي فاتت دي مع الوزير السابق لو رتبنا أولويات يعني حتى يعني زي ما كنا بنقول كده عشان المكنة تطلع قماش إن شاء الله تعمل ايه الوزيره اولوياتها تترتب ازاي؟ هي الحقيقه سياده الوزيره قالت كلمه في اجتماعها امبارح اعطت تفاؤلا غير مسبوق لدى قالت انها جاءت ليس لتنجح ولكنها جاءت حتى تتميز وتتفوق. تمام. ده شيء مبشر ده بالضبط. وهذا القطاع يحتاج الى هذا التميز ويحتاج الى هذا التقدم يحتاج الابتكار يحتاج. والحقيقه فاجئتنا امبارح بان معاها مستشار للتسويق الدولي مصري شاب يعرض كيفيه عرض مصر بصورتها الجديده. يعني الجديدة مستشار ده جديد في الوزاره ده مستشار للتسويق الدولي ده لسه لم عرض علينا انه يتحدث الينا هذا المستشار او انه في المستقبل هو مشروع لان يكون مستشارا لديها لهذا التسويق. فعرضت افكار من هذا النحو عرض الجميع مشاكلهم وعرض الجميع ارائهم وعرض الجميع كيفيه النهوض بهذه السياحه بروح جميله من التفاؤل. والحقيقه كان عندنا عده مشاكل تمام اعاده السياحه
الروسية من جديد كيف نستعد ليها، كيف يكون لدينا خطة لتدريب كوادرنا وعناصرنا بعد هذه السنوات اللي مرت علينا وعزوف أو هروب مجموعة من كبيرة من الخبراء للعمل في الخارج وترك فراغ في هذا المجال. لابد أن نكون مستعدين لموسم سياحي في 2018، موسم يكون يملأه التفاؤل والأمل بصورة جديدة لمصر. وأيضا تحدثنا في ما يخص في الطيران العارض ومشاكله المفروض ان تصرف. طب القرار بتاع العمره ده يا فندم، قرار اللي هو ايقاف العمره ده، الحقيقه هل اتكلمتوا فيه؟ انا تحدثت بصفه شخصيه وخاصه جدا في الاجتماع عن هذا الملف بالتحديد. والحقيقه لقينا استجابه غير مسبوقه منها، لان كانت محاوره تنطبق مع في الآتي، أن هناك اقتصاد دولة لابد أن نحافظ عليه. صحيح. هناك حق مواطن في أداء هذا النسك، لأن العمرة والحج ليست سياحة طاردة ولا يمكن أن ندرجها ضمن السياحة، ولكنها هي في النهاية شعيرة للعمرة وفريضة للحج، اعتاد عليه المصريين ورغبوها وحرصوا عليها أن يؤدوها. وأيضا هناك شركات تعمل على هذا الحق للمواطن في أداء البرامج السياحية لهؤلاء المعتمرين أو الحجاج. لابد أن نحافظ أيضا على أكل عيشهم، لأنهم فاتحين بيوت وفي منهم ناس معتمد اعتماد كبير على النشاط. بالضبط. والحقيقة متفائل. متفضل. قالت كلمة في الاجتماع، قالت أنا لن أقبل أن تكون هناك أي شركة تغلق أبوابها لمجرد أن يتخذ قرار من الوزارة يعرضها لهذا. متفائل بنسبة كم في المية يا فندم؟ أنا متفائل بنسبة 100% في وجود هذه الوزيرة، ونحن وراءها جميعا وقلنا لها هذا الكلام، ونحن على استعداد كامل لأن نقف معها إلى أن نعبر ب يعني هذه الصناعة المتطورة عالميا والتي نرغب أن نطورها في مصر لتصبح نموذجا يحتذى به للعالم، وليس مجرد يعني منطقة جذب سياحي. صحيح. النموذج سياحة يحتذى به، مثل ما بنقول ماليزيا أو نقول سنغافورة أو نقول دبي، لازم نقول في المستقبل العالم يقول في مصر أيضا نموذج. طيب هقول لحضرتك جملة، إذا كانت صحيحة وافقني عليها، أو لم تكن صحيحة قول لي لا. يعني بوجود رانيا المشاط في وزارة السياحة، مصر تبدأ عهدا جديدا من استعادة ريادتها السياحية، صحيح ولا غير صحيح؟ بكل تأكيد. بشكر حضرتك جدا.